إذا أعجبك الفيديو يرجى عمل لايك وشير وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معاكم أحمد علي وحلقة جديدة عن أسرار التقنية. كلامنا عن منصة كيكي وان، مكملين cbbg.in. الدومين ده هو الرسمي للمنصة اللي شغالة حاليا في العراق. طبعا هما بيشتغلوا على التطبيق اساسيا، لكن احنا خلينا نتكلم في النقط الهامة. ان بقالي 3 ايام بكلم اخوة من العراق بيشرحوا لي اللي بيحصل في المنصة بالظبط، وبيقولوا ان هي منصة خيرة، وفي حد هو الوكيل الرسمي في العراق وراجل خير بياخد الفلوس بيوزعها للفقراء، وفي شغل حلو. يعني المنصة باين انها منصة محترمة وزي الفل. مبدئيا اول نقطة، دي منصة قمار، فانك انت تطلع فلوس لوجه الله من منصة قمار دي انا ما اعرفش اسمها ايه، ولكن هو مش بيطلع فلوس الفقراء حضرتك عشان خاطر لوجه الله، هو بيطلع فلوس حضرتك عشان خاطر يستميل العطف عندك انك دي منصة خيرة، فتعتقد ان الناس دي بتعمل خير، وان هو قاصد ان هو يغنيك، وان هو قاصد ان هو يساعد الناس. دي حضرتك تاني منصة قمار، مش منصة خيرية. انت بتتكلم على منصة قمار، فما تجيش تقول لي، لان اغلب الناس بتتكلم دي منصة بتعمل بتطلع فلوس للفقراء. انا حضرتك احنا بنتكلم في بزنس استثمار، مش بنتكلم في مجمع تبرعات او منصة خيرية او عمل خيري. احنا بنتكلم على منصة قمار شغلها انها تكسب الناس وتخسرهم، وتخسرهم اكتر عشان خاطر ان يبقى في ارباح ليها. ودي النقطه اللي لازم تحطها في دماغكم كويس جدا، عشان ما حدش يكلمنا اللي بتطلع فلوس للفقراء. انا راجل، معلش في الكلمه، في واحد شغال في حاجه شمال وبيطلع فلوس يقول لك قدام الناس عشان تبقى صورته كويسه، لكن هو في السر شغال في حاجه شمال. وضحت؟ يعني هو في السر عشان خاطر الناس يفتكر انه راجل كويس ومحترم بيطلع فلوس الفقراء، لكن هل انه معنى نطلع فلوس الفقراء ان هو محترم؟ لا، هو في السر بيعمل حاجه مش تمام. فدي الفكره اللي عايز اوصلها لكم. إن لما تيجي تقول لي انها بتطلع فلوس الفقراء، فانا الكلام ده يعني ما يزش في رايي اي حاجه، ما دي ما تثبتش انها منصه كويسه. دي رقم واحد. رقم اثنين، لما تيجي تبص على الرمز ده، خلي بالك لما كانت سوجو شغاله في مصر، وتقريبا هي كده نفس العصابه اللي كانت شغاله برضو في مصر تقريبا، انا مش فاكر كانوا هم بالظبط او واخدين الفكره منهم، كانت اسمها سوجو دوت سي سي. تاني منصه اللي كانت شغاله في مصر اللي هي شبه منصه كيكي وان كان اسمها سوجو دوت سي سي. دي المنصه كانت شغاله في مصر، فانا دخلت كده شفت كيكي وان دوت سي سي دي اي، حلو، لقيت ان مثلا الدومين نيم، لو انا دورت هتلاقي انها شغاله دومين نيم قديم من حوالي ده هنا 205، دي اللي هي كيكي وان اللي موجوده دلوقتي في العراق. فين اللي هي بتاعتنا الثانيه؟ دي 7000 يوم. فهل معنى كده ان كيكي وان سي سي دي شغاله ليها 7000 يوم؟ لا، هي مش معناها كده. هي معناها ان دي كانت موجوده ونصبت كتير قوي قبل كده، ومش معناها ان الدومين نيم معناها انها شركه قديمه. نيجي نبص مثلا هنا اهو، لما نيجي نبص على اللي هو الارشيف، والارشيف برضه دي انا علمت الناس انها ازاي يخش، انك انت بتدخل الدومين نيم عشان تشوف التاريخ اللي هو كل سنه الدومين نيم ده كان شغال ايه. يعني مثلا ايه، زي السي في كده، موقع كذا السي في بتاعه ايه، عشان في ناس بتستخدم انها تكون جايبه دومينات قديمه ليها مثلا 1000 يوم او حاجه، ويقول لك دي شركة مش عارف مين الاستثمار شغالة بقى 1000 يوم، عشان يديك ثقة انها شركة قديمة. فتيجي تشوف الشركة دي من 1000 يوم او الدومين ده من 1000 يوم، تلاقي انه كان شغال مثلا بيبيع فجل، او بيبيع مثلا بتاع ده لوند، او بيبيع حاجة تاني. فهو معنى كده ان هو لما حد يقول لك المنصة بقى لها 1000 يوم، لا، ده معنى كده ان هو المنصة اشترت الاسم، ولكن هم اشتغلوا في الفترة القريبة دي. عندك اهو، دي شكل الكيكي وان دوت سي سي، ده في تاريخ 2021، وبيقول لك هنا الدومين نيم فور سيل، يعني ده كان اشتغل كذا حاجه وبيقع، او حد بيبقى خلاص مش عايزه فبيعرضوه للبيع فحد يشتريه وهكذا. طيب الناس اللي اشتريته بقى عملت بيه ايه؟ يعني احنا فتحنا ده كده، واحنا دخلنا اليوزر نيم اللي هو كيكي وان دوت سي سي، حلو، ده نفس بالظبط سوجو دوت سي سي.
اهو عملنا انتر، اشتغل، ابتدى يحمل، ابتدى يحمل، اهو هيفتح لنا ايه، تم تحويل الدومين على الدومين الموجود دلوقتي في العراق. طيب يبقى الدومين، عشان بس الناس ما تخش مني، انا بتكلم عشان خاطر الناس بتخش لي كتير ما تفهمنا احنا اصل مش عارف ايه. نفس الفكره بتاعت المصريين لما اجي اقول ان الشركه دي نصابه، الناس يقول اصل هم بيعملوا، هم بيسووا، اصل ده بيدفعوا فلوس، اصل بيعملوا حفله، اصل احنا بنشوفهم بوشهم. حضرتك انت بتشوف، معلش في الكلمه ما حدش يزعل مني، بس انا احب الحقيقه باسمها، بتشوف المغفلين اللي صدقوا الشركه بوشهم، بتشوف المغفلين اللي هم ما عندهمش علم في المواقع والنصب والكلام ده، اللي هم بيشتغلوا مروجين للشركه دي، هم اللي بيقوموا واخدين فلوس وبيطلعوا بوشهم. ليه بقول مغفلين؟ لانك انت حضرتك النهارده المنصه، بكره لما تنصب الشعب العراقي ما يعرفش غيركم. يعني اللي بيحصل في المنصات دي انك انت النهارده لما المنصه تقوم نصبه بتختفي، في ناس ليها فلوس ما خدتش حقها، في واحد يقول لك لا اصل انا طلعت ب 1000، انا طلعت ب 2000، ماشي اركن على جنب. اللي لسه بقى حاطط فلوس ضخمه وداخل جديد وما طلعش باي حاجه، في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ في الحاله دي حضرتك الحكومه العراقيه لما الناس روح تقدم بلاغات، الحكومه العراقيه ما تعرفش غير اللي تحت ايدها. مين اللي تحت ايدها؟ المروجين اللي موجودين في العراق. كل واحد كان بيروج للمنصه، تعالى انت كنت دخلت ناس وعملت فريق وعملت كذا وكنت بتعمل حفلات وكنت وكنت وكنت، انت بقى ايه وضعك بالنسبه للناس اللي هي نصبت وخدت فلوس الناس دي؟ هتقول لهم انا المروج، خلاص انت المروج كده، يبقى هشوف وضعك القانوني ايه. انا ما اعرفش طبعا، القوانين اكيد مش هتختلف كتير عن العراق عن مصر، ولكن في حاجه لما حد مثلا بيقول في مساعد وفي قائم بالعمل، يعني يقول لك في حد لما مثلا حد يعمل جريمه في الفاعل الاصلي اللي هو عمل الجريمه وفي اللي ساعده على القيام بالجريمه، فحضرتك المروج هو اللي ساعد على القيام بالجريمه، هو اللي روج، هو اللي دخل ناس وعمل حفلات، فانت وضعك القانوني اعتقد انك انت هتبقى شريك في الجريمه وهيبقى ليك وضع هتتحاكم عليه. وطبعا زي ما قلنا ان لما القضيه تتعرف في العراق هتبقى حاجه اسمها قضيه راي عام، اللي هو ناس كتير هتبقى سامعه بيها حسب المبلغ بقى اللي نصبوا فيه، فالناس هتتكلم والصحف هتتكلم، فالحكومه عشان تهدي الناس لازم ياخدوا خطوه. الخطوه دي احنا قبضنا على المشتركين في هذا الموضوع. مين المشتركين في هذا الموضوع؟ طبعا مش اللي بره، طبعا اللي جوه البلد. ليه؟ تاني الناس اللي بتكلمكم على الواتساب او بتتواصل اللي هم المديرين الخارجيين، الناس الكلام ده بقى موجه ليكم يا اخوه يا مروجين عشان خاطر تفهموا انتوا داخلين على ايه. الناس اللي بتتواصل معاكم عن طريق الواتساب الاجانب اللي هم مديرين الشركه، انت ما بتشوفش شكلهم، بيكلمك عن طريق الواتساب، لو انت طلبت منه ان هو يكلمك كاميرا ما بيرضاش. ليه؟ لانك انت ممكن تاخد سكرين شوت وتخليها ان ده صوره الحرام اللي نصب عليا. اي دي ايا كان النصاب في اي دوله ما بيظهرش، هو ممكن يحط لك صوره وهميه لواحده صينيه او حد بريطاني او حد امريكي، اي صوره بتيجي من على النت ويقوم حاططها. انت ممكن تاخد الصور دي وتعمل عليها سيرش عن طريق جوجل وتشوف الصوره دي بتاعت مين اصلا، يعني هل فعلا هي بتاعت مثلا مستر جيمس مش عارف مين اللي هو بيقول انه مدير الشركه في كيكي وان، ولا هتطلع بتاعت واحد مثلا ايه فنان او واحد كده عادي ملقط له صوره كانت على الفيسبوك ولا بتاعه خدوها، وده اللي دايما النصاب بيعمله. فيبقى تاني حاجه اهو ادينا بنحذر اخواتنا في العراق عشان خاطر ايه، قبل الفاس ما تقع في الراس. حضرتك المروجين هم اللي اول حاجه المروجين اللي بيروحوا في رجلين، تاني حاجه اللي بيبقى مديرين او بيتواصلوا معاكم في المنصه هم دول مش هتعرفوا توصلوا لهم، بيبقى مفاعل الواتساب عن طريق ارقام بيشتريها هو من ارقام من على النت ب 3 او 2 دولار عشان خاطر يفعل بيه الواتساب ويقدر يكلمك من عليه، ولكن هو الرقم ملوش وجود حقيقي، مش بتفاعل حقيقي. دي رقم واحد، يعني الحكومة مش هتعرف توصل مين صاحب رقم الواتساب ده، مش مسجل مثلا باسم أحمد علي مثلا، لا ده رقم المنصات بتبيعه ب 3 دولار عشان تفعل بيه الواتساب. دي ادينا كده اتكلمنا في 3 نقط. تلات نقطة ودي برضو تخلي بالك منها حضرتك، عشان برضو الناس بتيجي تسألني بيقول لي أنا دخلت لقيت إن في منصة كيكي وان معمول لها ترخيص في بريطانيا. حضرتك بريطانيا المفروض انها الترخيص بتاعها بيبقى، قلنا في ناس بتعمل تراخيص الشركات البريطانيه اونلاين بيكلف حوالي 25 جنيه استرليني، اي حد ممكن يعمل ترخيص، بتبقى اسمها شركه محدوده ليميتد كومباني، مالوش ان هو يطلع يشتغل بره الدوله. ليه طيب الناس دي سايبه بريطانيا ورايحه تشتغل في العراق؟ لان هو لو عمل نصب على حد بريطاني، المواطن البريطاني هيجيب الشرطه، الشرطه معاها بيانات اللي عمل الترخيص
المفروض ان في ابتدى فهيتحاكم وهتبقى شغلانه. لكن حضرتك في العراق لو اتنصبت عليك عايز حقك اللي انت شايفه في الشركه البريطانيه او الترخيص البريطاني، روح بقى بريطانيا يا باشا وارفع عليهم قضيه هناك. فدايما النصاب بيعمل لك رخصه في امريكا يروح يشتغل في مصر، يعمل لك رخصه في مش عارف فين ويروح يشتغل في دوله تانية. ليه؟ ما انت عامل رخصه جوه دوله معينه، ليه ما بتشتغلش جوه الدوله دي؟ لان حضرتك ما اصلا واخد الرخصه دي اونلاين وعايز تعملها عشان خاطر الناس تثق فيك وبعد كده بتنصب. والرخصه الاونلاين انا ممكن احط فيها بيانات اي حد، باسبور اي حد مضروبه، وبتتفعل والدنيا تمام وزي الفل. وبرضه الحكومه البريطانيه ممكن تروح تدور تلاقي ان الموضوع فيستك، يعني الحاجات مش حقيقي، الاوراق بتبقى فوتوشوب. فيبقى الرخصه البريطانيه ملهاش لازمه. حضرتك مروج في العراق، ركز معايا في الكلام، انت اللي هتروح في الرجلين، ليك مدير بيكلمك خليه يطلع يكلم الناس اونلاين مكالمه فيديو ويقول لهم انا فلان الفلاني مدير الشركه وموقعي كذا ومكاني كذا. ولو في حد في بريطانيا من الاخوه العراقيين ما شاء الله عليهم شعب يعني زينا كده في مصر، في كل حتة هتلاقي حد من العراق، هتلاقي في بريطانيا، هتلاقي في أمريكا، هتلاقي في كذا حتة. لو هي ليها مكتب في العراق حضرتك ابعت لمكتب العراق، لو هي سوري مكتب في بريطانيا ابعت حد في يشوف المكتب البريطاني دي ويصور من هناك، وأنا أدي أهو صاحب الشركة وأدي الشركة وبيشتغل بالطريقة الفلانية وأدي الأجازة وأدي الدنيا ويصور لك الدنيا. تقدر تعمل كده الإخوة المروجين العراقيين عشان ما تروحوش في داهية؟ تقدر حضرتك تجيب الناس اللي مشغلة المنصة في موقعها وتوري الناس اللي هي اللي يعني بتديكم الفلوس دي او بتدلكم الفلوس دي شكلهم ايه لايف؟ ما تقدرش. ولو طلبت كده من المدير بتاعك هيقول لك لا احنا ما بنظهرش بوشنا، بيتكسفوا زي الحريم. فيبقى نرجع نقول تاني عشان اللهم بالله اللهم فشل، الناس بتقول لي طب احنا نعمل ايه؟ طب الشركه يعني هتطلع امتى عشان اسحب فلوسي؟ والله هتنصب امتى؟ مش انا اللي انا مش مدير الشركه. انا عارف حاجه ان دي شركه شغاله على نصب فهتختفي. انا حذرتك. برجع اقول تاني لو انا رحت، لو الناس راحت بلغت الحكومه، الحكومه هتقبض على الناس الموجوده دلوقتي اللي هم الوكلاء العراقيين. وهتصدر الاموال اللي عندهم، ولو صدرت الاموال اللي عندهم الحكومة ما تعرفش مين اللي ليه فلوس ومين ملهوش. يعني عشان خاطر تبقى فاهم، أنا مسكت ناس بتمارس نشاط غير قانوني، فهروح أقول لهم هاتوا أوراقكم، هاتوا حاجتكم، ضرايبكم، مش عارف إيه، وروني. ما طبعا المفروض أنت بتمارس نشاط تجاري في العراق، المفروض إن يكون ليك ورق وليك تراخيص وليك حاجات جوه العراق، ما مالكش. طب أنت بتجمع فلوس بناء على إيه؟ أو بتاخد فلوس من الناس ليه؟ فاللي هيحصل هتبقى دوشه كبيره وبرضه فلوس الناس مش هترجع، لان الحكومه مسكت ناس مخالفه واخدين فلوس. اذا بقى الناس راحت قدمت بلاغات ان ليهم فلوس اتنصب عليهم من الناس دي، فهيبقى موال كبير ومش مضمون انك تاخد فلوسك. لو الشركه قفلت بكره وخلاص قررت انك تسحب فلوسها وتنصب بكره، خلاص اكتفوا بكده من الفلوس من الاخوه العراقيين وقال لك احنا ماشيين، برضه الناس اللي ليها فلوس لسه ما خدتهاش مش هتاخد حاجه. فالحل السليم ايه؟ لا انت تبلغ ولا انت تروح تستنى لما تنصب عليك، انك تخرج بفلوسك. اذا كان في بعض الناس بتتكلم بيقول اصل انا طلعت بمكسب، عايز تكمل براس مالك، يعني خلاص راس مالك خدته وخدت مكسب فوقيه، يبقى اطلع براس مالك والمكسب، ما تزودش، ما تروحش تبيع كل اللي حيلتك، تبيع عربيتك، تبيع بيتك، وتروح تحط ما تملك في المنصه، لانها في الاخر انا تحذيري ليك نصابه. طيب الناس الجديده اللي عايزه تحط ما تحطش فلوس، ان دي ما انت ما انا الناس تقول لي طب انا هحط بكره، احط لمده الشهر، انا ما اعرفش هتنصب امتى، هم الخطه دي يعني دوله العراق انا مش متابع معاهم الدنيا ايه. يعني حتى في مصر لما بتبقى في شركه في مصر انا بتابع الاخبار من جوه الجروبات بتاعتهم، فبعرف ايه يعني اقدر احدد الدنيا ماشيه ازاي. لكن غالبا الموضوع بيقرب. فتاني الناس اللي ليها فلوس وخدت ارباح اطلع بره بفلوسك، وعايز تكمل دي حاجه ترجع لك. ولكن 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 بعيد طبعا انك انت داخل منصه قمار فانت حلال وحرام تقريبا مش فارق معاك، انت تعرف انك انت بتاخد فلوس ارباح مش من رهانات، انت بتاخد ارباح من ايداعات زمايلك، لان هو البونزي او المواقع دي اللي بتبقى شغاله بتبقى كلها الشغل بتاعها كده. فكرتهم انك انت بتخلي ناس كتير تثق فيك، فالناس دي تعمل ايداعات، انت بتديهم ارباح من الايداعات بتاعتهم، فالناس دي تثق فيك اكتر فيجيبوا ناس تاني عشان تعمل ايداعات، فانت تديهم برضو ايداعات من ارباح الناس اللي جت بعديهم،
فالناس تثق فيك اكتر، فاللي عمل ايداع يقول لك يا عم دي شركه مضمونه، انا هكمل معاها دي، هتقعد على طول، هتقعد لي سنه سنتين، قال انا هبيع للعربيه او ابيع البيت او ابيع مش عارف ايه عشان احط فلوس وازود الفلوس بتاعتي. فيبقى اللي خد فلوس وطلع براس مال وكسب طمع ان هو عايز يزود فلوسه اكتر، فيرجع يحط فلوس تاني، فيبقى كده المنصه لمت كميه فلوس ضخمه وتقوم سحب الفلوس دي مره واحده من السوق وهربانه بيهم. بيهربوا ازاي برضه عشان نفهمكم اللي بيحصل في مصر، بيجي يقول لك اصل في تحديث في النظام، اصل في مشكله مش عارف ايه في الدفع، في الحكومه العراقيه طالبه مننا ضرائب، اي سبب وهمي عشان يوقف لمده مثلا يومين ثلاثه، لازم يوقف المنصه. ليه؟ لان بتبقى الفتره اللي هيهرب فيها لازم يوقف السحب ويخلي الايداعات شغاله، يقول لك معلش احنا في تحديث، التحديث ده وبعد كده هنرجع تاني نشتغل. وبيبقى كمان قبل التحديث ده بيبقى في عرض كويس، اللي هو يقول لك ايه عاملين عرض بقى، انت لو عملت ايداع هتاخد عليه بدل ما كنت مثلا بتاخد مثلا 40% ارباح، لا انت هتاخد 80% ارباح عشان يطمعك انك انت تحط ايداعات اكتر. فالناس تجري تحط ايداعات، يعدي الثلاث ايام خلاص هو خد الفلوس اللي هو مثلا بياخدها بالعمله او بالعراقي او بالبتاع ده، يطلعها بره، بيقوم مشتري يخش على منصات زي مثلا باينانس او اي منصات بتاع ده عمله رقميه، ويهرب الفلوس دي عن طريق البيتكوين عشان ما يعرفش يتم تتبعها من الحكومه العراقيه، بتطلع عن طريق عمله رقميه، بتقوم بعد كده بقت عمله رقميه خلاص الفلوس بقت بره العراق. فبعد ما تبلغ الحكومة خلاص كده سبق السيف والعزل، يعني موضوع الفلوس بقت بره خلاص، بره الحكومة، حتى لو مسكوا الإخوة الوكلاء ونفضوهم كده مش هيلاقوا معاهم غير الأرباح اللي عرفوا يلموها من الإحالات إنهم كانوا بيدخلوا ناس بعديهم. فيبقى آخر حاجة في القصة دي إن الفلوس طلعت بره، وممكن اخر خطوه بيعملوها لانهم خلاص كده بقوا بره وسافروا والدنيا تمام والفلوس بره، اخر خطوه بيعملها معاك اللي هو يقول لك مثلا انت لو ليك 1000 او 2000 او 10، والله ده الحكومه العراقيه محتاجه مثلا ايه 15% عشان خاطر تعمل ايه، تدفع ضرائب او حاجه اسمها تفعيل حساب، او بيبقى ليهم اي كذبه يعني، ليهم في موقع كتير كل موقع بيطلع بكذبه، هم نفس الدماغ الجزمه اللي بيطلعوا في النصب بيستخدموها دايما الطرق الوسخه بتاعتهم دي. فيقول لك ايه؟ يقول لك ادفع فلوس. يعني هو نصب عليك وانت شايف فلوسك بقى، ما انت مش عارف تسحب، يقول لك لا اصل لا عشان تسحب احنا هنسحبك بس لازم تدفع فلوس تاني، تدفع 30%، تدفع 20%، تدفع مش عارف ايه من المبلغ بتاعك. فانت لو ليك مثلا 50,000 يبقى المفروض تدفع مثلا عليهم 10%، تدفع $500 مثلا. وهكذا. هتدفع، خدوا الفلوس دي كمان من بره وشكرا على كده الموضوع انتهى، حضرتك لا طولت لا يعني لا ابيض ولا اسود، الموضوع انتهى. ده اللي هيحصل معاكم في منصة كيكي وان. مش مصدقني عشان الناس تخش عايزة تقتنع بكلامي او مش تقتنع، انا راجل بحذر، انا لا انا هخسر فلوس في العراق ولا انا كسبان حاجة لو الناس اتقبض عليها، ولا ليا دعوة بأي حاجة بالموضوع. زي بيقول لك بس احنا ايه، بيقول لك ايه يعني الخير انك انت تحذر اخوك لو انت شايفه في هيقع في مشكله او بتاع بتحذر، بس انا ما عليا الا التحذير. جبت لكم الفيلم من اوله لاخره، ايه اللي هيحصل معاكم؟ الناس اللي في العراق اللي هي شغاله في اللهم صل على سيدنا محمد في الترويج، ايه اللي هيحصل معاها؟ المنصه لو هي موجوده في بريطانيا، انتوا شوفوا مين الناس اللي هم المديرين اللي شغالين بيكلموكم، سجلوا لهم كاميرات وخلوهم يطلعوا يكلموكم وشوفوا المقر بتاعهم. هل تقدروا تعملوا كده؟ مش هتقدروا. ليه؟ لان النصاب اللي بره المنصه لو جاب الانتربول مش هيجيبه، يعني لو اتعرف بياناته خلاص الانتربول هيفضل يلف وراه الكره الارضيه لغايه ما يجيبه. الحكومه العراقيه هتطلع نشره ان الاشخاص دول مطلوبين، فمش هيتجابوا، مستحيل انه يطلع بوشه. في بعض المنصات عملت الحركه دي، طلعت ناس بس لما اتمسكوا قال لك ده الممثلين بيأجروهم. كان في حد في انتريس مشهور وشركات قبل كده نصبت، كان بيطلع واحد بوشه وبتاع، لما هم راحوا بلغوا عنه قال لك ده ممثل وكان بيعمل الفيديوهات دي دعايه، يعني واخد فلوس عشان خاطر يمثل الفيديوهات دي. قال لهم انا ماليش دعوه، انا كنت بطلع امثل وبتاع، وادي الاوردر اللي جالي وانا ماليش دعوه. فلكن برضه برجع اقول لكم تاني، صعب انك انت حضرتك تعرف تطلع بيانات اي حد من المديرين اللي بره، لا شكله
ولا رقم موبايل اللي انت حضرتك بتشتغل عليه ده، ولا رقم واتس. رقم الواتس اللي انت بتشتغل عليه ده ب $3. هل في رقم موبايل مسجل بالشركه بره؟ مفيش. انك انت تتصل عليه وما يكونش واتس مش هتلاقي، يكون مثلا مكتب لاند لاين خط ارضي ومعروف. فعشان بس الوقت ما كنتش طولت عليكم، عشان ما يجيش كل شويه حد يسالني في نقطه، ادينا جبت لكم القصه زي ما بيقولوا من الالف للياء. الاخوه اللي هم اللي ليهم فلوس يخلوا بالهم، الاخوه اللي بيروجوا تخلوا بالكم. ما يعني مش كلامي مش عاجبك ولا كانك سمعته، طلعه من هنا ويعني داخل من ودنك وطلعه الناحيه التانيه. انا كده عملت اللي عليا، اديك سمعت حكيوه، ما كانش كلام عاجبك اوكي ما فيش مشاكل، بس انت في النهايه عشان ما حدش يتزنق ويتمسك ويرجع يقول يا ريت ما كنت خدت بالي. اشوفكم ان شاء الله حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.